اكيد سمعت النقشبندي. يا سلام، يعني اكيد سمعت عليه. مولاي اكيد طبعا. نسمع مولاي بقى منك يعني، بس طبعا يعني الشيخ النقشبندي في حته يعني، بس حاول تدينا نفس المقامات. طبعا ان شاء الله باذن الله. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك مولاي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ وجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل، عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمعه، كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا ربي، أدعوك يا أدعوك يا ربي، فاغفر ذلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد. الله، يعني أنا مش عارفة أقولك الكنترول فوق عامل إيه. والله يعني ما شاء الله، الله أكبر. يعني أنا فعلاً سعيدة ان احنا عندنا الاصوات دي، عندنا الحناجر دي. الشيخ احمد قاعد متسلطن كمان، الشيخ احمد نفسه قاعد متسلطن. طبيعي طبيعي بجد.